إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سأتكلم عن إصدار موافقة استخدام عمالية، أي سأتكلم عن كيفية طلب تأشيرات من إدارة العمل حسب المطلوب من الشركة بطبيعة الحال. فهنا ندخل دائما على موقع إدارة العمل، طلب إصدار موافقات استخدام عمالية نقدم على الخدمة أو على أي خدمة من الخدمات المتواجدة. ندخل بوابة أصحاب العمل، نختار الشركة التي نريد أن نقدم عليها التأشيرات أو طلب استخدام، هنا عند خدماتي يوجد شيء اسمه تقديم طلب إصدار موافقة استخدام عمالية. نقدم إلى هذه الخدمة. إذا نقدم على هذه الخدمة، هنا نختار المهنة المرادة. إذا نختار الوظائف المطلوبة حسب طلب الشركة. فمثلا سأطلب ويترز، نبحث عن المهنة نادي الطعام. إذا أريد نادي الطعام، أريد الجنسية المطلوبة، وهنا الجنس هل هو ذكر أم أنثى المطلوب، والعدد المطلوب. مثلا مشرفين، إذا كان لديك رمز الوظيفة فممكن أن تكتب هنا بس رمز الوظيفة. سأجرب إن فمثلا هون لا، صراحة مبقيتش عاقل على الرمز. إذا سأختار الوظيفة دي. أربعة ثلاثة سبعة يعني كذلك. أعيد اثنان، وهون نحتاج سريلانكي، سأبحث عن الصين. سريلانكي سريلانكي الجنس ذكر، وكذلك الوظائف التي أنا أحتاجها حاليا. مساعد طباخ،
إذن هنا كل المهن مع الجنسيات مع الجنس مع العدد المطلوب. إذن كما قلنا هنا الطلب ملخص الطلب، فهنا سأتكلم عن الموافقات قليلا. من بين الموافقات المطلوبة سواء عقود، فإذا كان لديك عقود مع شركات ولهذا تحتاج اليد العاملة يمكن تحميل العقود هنا، وأنا أفضل بالنسبة للعقود أن تكون موثقة عن طريق وزارة العدل ما بين شركة وشركة. كتاب الملاءة المالية هو كتاب يطلب من البنك بأن الشركة ليس لديها أي مشاكل مالية، أو إذا كان أشياء أخرى كعقود مع الدولة إلى آخره. وهنا نعمل إرسال الطلب. نعم، لقد تم تقديم الطلب كما تلاحظون، فما علينا إلى الانتظار هنا دائما عند طلبات البحث لنتأكد. فسنجد هنا إصدار موافقة استخدام عمالية وهي تحت الإجراء حاليا. بعد ذلك ستتحول حالة الطلب إلى اعتماد الطلب، وسيصبح لدينا اعتماد الطلب وإصدار في بي أو اتخاذ الإجراءات تحت إرجاع الطلب مع اتخاذ إجراءات. هنا اتخاذ إجراءات أحيانا يطلب منك أشياء أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.